هو فرصة جديدة أمام الحكومة المصرية لعرض برنامجها الإصلاحي على المستثمرين ومجتمع الأعمال، فرصة أتاحها مؤتمر يورو ماني في نسختي لهذا العام، بعد أن وقعت الحكومة اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، وهي الخطوة التي تمهد برأي الكثيرين الطريق أمام تطبيق المزيد من الإجراءات الإصلاحية لعلاج عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام. لقد وضعنا هذا البرنامج وعرضناه على البرلمان بما يحمله من إجراءات إصلاحية، كما اطلع عليه أيضا صندوق النقد الدولي، ويهمني أن أقول هنا بأن هذا البرنامج هو برنامج مصري وليس مفروضا من الخارج. احنا الحمد لله قمنا بتوقيع يعني والتفاوض على الحمد لله يعني فضل من ربنا بقيمة 15 مليار دولار، دخل منهم بالفعل 5 مليار بيساند قطاعات مختلفة، بيساند قطاع الكهرباء، بيساند والطاقة الجديدة والمتجددة، بيساند قطاع الإسكان، بيساند قطاع النقل، كل القطاعات اللي هي بتمس حياة المواطن المصري. وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بسعر 13%، فإن ثمة خطوات أخرى يترقبها المستثمرون ومجتمع الأعمال، وعلى رأسها خفض قيمة الجنيه. أول ما تاخد اللي هو 2.5 مليار من صندوق الدفعة الأولى، تاخد موافقة نهائية وتاخد النص موافقة نهائية وتاخد الدفعة الأولى، وتكون معاك الخمسة ستة مليار دولار، يبقى معاك 8.5 أو 7.5، توصل بالاحتياطي بتاعك لكام؟ لا، حاجة قريب من 25 مليار. تقدر في هذا البنك المركزي ياخد إجراءه بتحريك سعر الصرف إلى السعر اللي بتوزن عنده السوق عرض وطلب. ويعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية وتعول عليه لزيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة القادمة. النهاردة إحنا التزمنا ببرنامج إصلاح اقتصادي يتخلله تقديم قانون جديد اسمه قانون ضريبة على القيمة المضافة. كويس، فمش عايزين نبص على القانون لوحده انه هيعمل ايه، انما خلينا نبص ان هو ليه دور في منظومة أكبر وهي البرنامج بتاع الإصلاح الاقتصادي. وفي ظل المخاوف من التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح على الفقراء ومحدود الدخل، تعالت الأصوات مطالبة بأن تسير برامج الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي. لابد أن يكون هناك برنامج وطني للتنمية، لأن تحقيق معدل النمو وإحنا مرينا به قبل 25 يناير، مصر حققت تجاوزت 7%، والعائد بتاع النمو 7% أو أكثر راح 2% من مجموع الشعب المصري، وبالتالي لم تحقق عدالة اجتماعية. وتسعى مصر لجمع 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار. تؤكد الحكومة المصرية إذن على قوة برنامجها الإصلاحي وقدرته على علاج أوجه الخلل في الاقتصاد، فيما يترقب المستثمرون ومجتمع الأعمال خطوات هذا البرنامج وقدرته على علاج أزمة نقص العملة الأجنبية. ياسين البوهري، CNBC عربية، القاهرة.